بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد على قناتي. أتمنى أن تعجبكم فيديوهاتي السابقة. لماذا ما اشتركتش في القناة؟ ما ينساش يضغط على زر سبسكرايب أو أبوني أو اشتراك. وإذا عجبكم فيديوهاتي السابقة ما تنسوش ديروا لها لايك، وما تنسوش تنشروا هذا الفيديو أو الفيديوهات السابقة على أصدقائكم لتعم الفائدة، وما تنسوش أيضا تشغلوا جرس الإشعارات لتصلكم فيديوهاتي أولا بأول. ويلا نبدأ الفيديو تاعنا تاع اليوم على بركة الله. بون، الفيديو تاعنا تاع اليوم ان شاء الله راح يكون على خياطة الطابلية ولا مئزر المطبخ اللي وريته لكم المره الفايته. راح نفكسي هكا الكاميرا باش نقدر نخيط. بون، بما انه شفتوني واش ركبت اسمه الطابلية تاعي، الكتان تاعها ها هو هذا، بلاصيت لها لو بيب بالروج. بون، هذا الجهه الفوقانيه تاعها، شوفوا هذا من الفوق، هذيك البلاصه اللي درتها لكم مره فاتت محدبه هاي. شوفوا كيفاش بلاصيت لو بي، كيفاش يعني جوست راني بلاصيتو هنايا. وريتكم هنا هاد العطفه اللي درتها. دوك الخياطه تاعي راح تكون جوست على هاد الطيه هنايا هادي. دوك نخيطها ان شاء الله، نوريكم كيفاش تخرج. بسم الله. الخيط تاعي راني درتو في الاحمر، علاش؟ لانه باش يجي كيما لو بي. بسم الله، نهبط البيد بيش تاعي. بسم الله، راني حكمه كاع بلي زيبانكل، غير حكمت غير حطيت البيد بيش، نحيت لي بانكل الاولى، نبلاصي البدا تاعي، نمشي كالكو فوا مانيوال، نحب نتاكد بلي راهي تفيكسات. يا تقدر مديرهاش مانيوال، تقدر تمشي بالماشينه، بصح انا نحب هكا. فوالا، دوكا نستعمل ان شاء الله الموتور. تحبوا ديروا الغرزه واسعه ولا ديروها ماشي واسعه. بون، باش نشارككم مش على الخيط المشدود لهنايا. اذا كان الخيط مربوط لي نحو باش ندير هذا الشكل المشلي في الخياطه تاعي. هذا الخيط تاع لا كانيت انا دايره ترونسبارون، بس مانيش دايره من تحت، مانيش دايره الخيط الاحمر. نمشي. بون، فوالا نعطيك دركا كما راكم تشوفوا. ندور، نتوما لازم تتحكموا في الماشينه تاعكم باش تدورها، باسكو هو راه ماشي يتحدد. فوالا، نلحق لي بانك نحيه. راني دايره غرزه صغيره كاع. شوفوا هنا كي نلحق لوكوا، كي نقرب نلحق لوكوا نمشي كالكو بوان مانيوال. كي نعرف روحي جست لحقت لوكوا، نخلي الابره تاعي هابطه، نطلع البيد بيش تاعي وندور كومسا، وندور باش يجيني في الاتجاه الصحيح تاعي. فوالا، راني هبطت لو بيد بيش، نحي هاد لي بانكل ونمشي كالكو بوان باش نتاكد بلي ما شاح يخرج لي. فوالا، الاكبر هذا العشاء. بون، ونمشي نكمل الخياطه تاعي، نلحق لي بانكل نحو. تقدروا بون الى لي كانوا لي زيبانكل تاعكم محطوطين بعد يعني كشغل واقفين هكا، ما تخافوش على مش حيكسرها، بصح اذا كانوا معوجين ممكن يكسر البلا تاعكم، ممكن يعوجهم، ممكن يدير لكم كوارث في عينيكم. دونك لازم تاخذوا احتياطاتكم تخي بيان. فوالا، انا قريب نكمل كي نلحقوا لافان نديرو فوالا باش نغلقوا الخياطه تاعنا. فوالا، هذه يعني نقولكم كيفاش نبلاصو البي بالطريقه العاديه. اذا ما كانش عندنا البيد بيش تاع البي، نجيب المقص تاعي، نحي الخيط، ودائما كيما قلت لكم ندير ناد الخيط في الوسط ونرجع له. بون، شوفوا الخياطه تاعي من الامام، هاو يبان الخيط الاحمر شويه، وهاي الخياطه تاعي من الخلف كيفاش كانت ها هي. دوك واش راح ندير قبل ما نقلب، بما انه هذا شوفوا كيفاش هو داير جاي هكا على شكل قلب محدب، باش نضمن باللي راح يدور لي نجيب مقص عندي ماضي في الراس ولا هذا كوب فيل، نبدا نكرونتي. واش معناتها نكرونتي؟ معناتها نقص هكا في الراس، هكا في الراس قبل ما يعني برك نلحق الراس الخياطه، بصح من توشيش الخياطه تاعي هكا برك هنايا. دو هذا باسكو تاع الخيط ما نفستوش بهاد الخياطات. دوك نحكي المقاس تاعي فوالا هكا، ونمشي نكرونتي نتبعو كامل. فوالا هكا تكرونتوه، فوالا هكا
لازم يكونوا مايلين في اتجاه واحد باش يجيكم الكونتاج تاعكم صحيح. فوالا علاه لازم قريب تلحقوا حتى لقريب الخياطة باش كي دور دور مريقلة ما تدورش معوجة شوية ولا. فوالا ومن بعد دوركم الكاميرا باش تشوفوا. ومن بعد ندور دوك نقلب الخدمة تاعي كان لبيه من هالطريقة الطريقة هنايا ونعاود نقلبو هكا. شوفوا كيفاش كان هنايا نعاود نقلبو منه نبدا نحكم بليزيبانك نقلبو جوست الحاشية على الخياطة الأولى نبدا هنايا نحكم بليزيبانك هكا بهالطريقة الخياطة تاعي تجي هنايا بوغا بوغ يعني تجي جوست في الحاشية هنايا باش تجينا الخدمة تاعنا مفينيا وسوسوا كيما بغيناها وتجي متحوفة. دونك تبع كاع بلي زي بانجل نشد نفكسي الخدمة تاعي تخي تخي بيان يعني ان بون هاد الطريقة راح نتأكدو بلي لوبي تخيطنا خير من اللي نخيطو مثلا بهاد لوبي دبيش نخيطوها ديراكت من الفوق هكا سا دي بون يكون هادي تتحكم وهادي اللي تحتانية ما تتحكم. شوفو هنا من تحت هي محكومة تخي تخي بيان دونك من قدام نعاود ندورها هذا ما كان سهل ماهل ماشي حاجة صعيبة ولا اللي نخافوا منها ولا عادي جدا. وهنا تاني نشوفوا دوكا كي نكمل الخياطة يدور عادي بصح إذا ما كرونطيناش مش حتجينا الخدمة مفينية كيما هكا مش حيجي داير. دونك لازم في الحاجة الدايرة لازم فيها الكرونطاج لو بي ما تخافوش عليه هو أصلا راح يدور هو معمول شتو لو سونس دو بي لاتجاه البي جي على جهة أصلا يدور فيها بصح هنا تاني لازم باش نساعدوه باش يدور فاسيلمون. دونك لازم الكرونطاج لازم الكرونطاج يكون في الحوايج اللي تكون منحنية شتوني كرونطيت الكيل كتان كيلو بي باش يسهل عليه الدوران. دونك نحكم كيما راكم تشوفوا نحكمو كامل بلي زيبانغ باش نتأكد باللي راهو جايني سوا سوا في الكوانة هنايا ندور باش يبان هكا بسم الله خرج الهواء تاعي. وانا نشوف الاول كيفاش راني كنت داير من هاد الجهه خلاص نعاود نجي منها ونخرج هذاك الهواء من هذيك الجهه نعاود نجي منها بسم الله هكا نحكم بلي زيت انجل فوالا بطريقه لازم نغطي هذاك الكرونتاج ما يقعدش خارج من هنايا باش يدخل مع الخياطه نحكم بلي زيت انجل تاعي ونسي ندورو ونسويه مليح مليح بهاد الطريقة. نحكم بلي زيت انجل تاعي قبل الخياطة وهنايا نشوف اللولة تاعي كيفاش هي مدايرة نسويها وندير نفس العفسة اللي درتها في الأول. لازم نتابع باش ما تخرجليش معبنة وكاع دونك نخرجها بهاد الطريقة نشوفو باش تخرجني سوسو كيما اللولة الطية نيقلها هكذا نحط هذه على هذه باقي لو خرج لي الهواء هنايا وانا ما فقتلوش بون معليش نسي كيفاش نيقلها ونعاود نخرج الهواء من الجهه الاخرى. من الاحسن ان نجرب دوكا الكرونتي هنا في الوسط باش ما يقعدليش هذاك التعبان نفتح هذه هنا في الوسط هذه اللي راكم تشوفوها هنايا كرونتيها باش ما يقعدليش معبن بسم الله خلاص ناقص فقط هذا ديكوفيت محبش يخدم كاع ماشي ديكوفيت عفوا كوفيل يس كوفيل فوالا دروك نقدر ندير هذيك الكفة ولا الطية الصغيرة. لازم شتو بلي الكونتاج صافي تخي زامبورطون هاد الصوالح نعود نحكم هنا بلي بانجل تاعي ونعيق الخدمة تاعي نروح نفوت لماكينة الخياطة. ماكينة الخياطة ما تفوتوا لها ولا ماشينة الخياطة ما تفوتوا لها إلا بعد ما تسأكدوا بلي راكم كل شي مسوي كل شي ريقلو وكاع كل شي معدول باش تفوتوا لها. قبل ما نروح لازم نحط القماش تاعي في الطاولة تاعي ولا البلاصة اللي راني نسوي فيها نتأكد بلي الخدمة تاعي راهي سوا سوا باش نروح لماكينة الخياطة. ما نروحش لماكينة الخياطة وانا خدمتي راهي عوجة او كايتينا وكاع ما نروحش
اللي ما بغاش كاع تتعدل على بالك ما تخلي الهواء، دونك خرجها بهذه الطريقه هنايا باش ما يقعد ليش هاد التعبان هذا اللي راه هنايا. نحط هذه جوست على الخياطه الاولى، ندير هذيك الكفه جوست مع الاولى اللي درتها. شوفوا من هاد الجهه راهي ديك الكفه الصغيره اللي قلت لكم عليها هي، ايوا دونك ندير هذه جوست معها باش تخليني تساعدني على الدوران باش يدور لي البيت تاعي. والسيو كتجي دايره ما يخرجش معبن وكاع، شغل الدور جوست عند الكوانه برك باش يساعدنا باش باش البي تاعنا يدور. هادي غلطة هادو لي بلاصيتهم منا، دونك نحيهم هادو لي زيبانكل، نسيي نعدلها هنايا. بوري غلطتني دوك على باليش علاه، مي معليش نورمال ماشي مشكل. نقلبها بهاد الجهة باش ما باش نشوف كيفاش راهو داير هنايا. بسم الله، ولاقة غلبتني على بالكم. ماشي مشكل، بوغتو خدمت كيما هي، أنا على باليش على واش غلبتني هنايا في الكوانا جوست. بون معليش، أنا نعاود ندير العفسة الأخرى، نسي نخرج الهوا من هنايا. معليش، أنا هادو الأخطاء قادرة تصير لأي واحد، و سورتو في البداية. وديروها كشغل غلطة وتعلمو مني كيفاش تخرجوا الهوا ومنا ومنا. سي تخرج الهوا هكا بيديكم، يعني عاودت بلاصي في لي لي زيبانغ. شوف احنا كانت الخياطه هي ماشي خطا، بصح كشغل مع الوقت تتعلموا كيفاش هذاك الهوا اللي هو عندكم هنا وكاع نسيت كيفاش تخرجوه. لازم يكون الصبر باش يعني تتعاملوا مع هاد الحوايج، باسكو مرة على مرة يغلبونا هكا شويه شويه. ماشي مشكل عويص ولا شي حاجه اللي صعيبه ولا، عادي جدا. دونك راني نكمل في الباساج تاع لي زيبانغل، نعاود نرجع لهاد النقطه تاعي. ها هو عاود وحدو تريقل باسكو كي خرجت الهواء او وحدو عاود تريقل. عاود نفيكسي هنايا، دونك نروح لماكينه الخياطه. في ماكينه الخياطه راح كلشي عاود يبان لي. بسم الله، نعاود نحطو جوست على خوف باش ما يخرجليش هاد ال هاكا فوالا هاكا هاكا فوالا. بسم الله، كيما قلتلكم الخياطة هنا ان شاء الله راح تكون بوغ ابوغ باش تجينا الخدمة تاعنا سوا سوا. نحطو هنايا ندور باش تبانلكم، نحطو هنايا على في ماكينة الخياطة. كي نعرف روحي حطيتو جوست في المكان اللي راني حابه نخيط فيه، نهبط لو كيت بيش تاعي، ندير كالكو بوان، نحي البانك اللي اللوبل تاعي باش ما يديرونجينيش طاح لي في هذيك الحفره. فوالا، بسم الله، ندير كالكو بوان، نهبط ندير غوزات لازم تكون طويله، ندير مارش اغيار لازم نفيكسي الخدمة تاعي، نعاود نهبط فوالا. ماشي لو نافس هاد الخدمة تاعي، نحي لي بانكل اشاك فوا نلحق لي بانكل نحي باش نيفيتي كاع لي بروبلام كاع يتينا فوالا. نورمالمون يبانكم تخي تخي بيان. بسم الله، باردون كيما على بالكم راني نصور بالطابلات، عندي شويه صعوبه في التصوير، ماشي مشكل، نلقاو لها الحل ان شاء الله. نسير نخرج هكا الهوا بيدي ونخيط وحده وحده وكاع ما نقلقش روحي ونقول لازم ولازم ومنا ومنا، وحده وحده ليسونسيال تخرج الخدمه تاعي مزيانه كيما كنت تشوفوا بهالطريقه. كي قريب نقولكم كيما قلتلكم قبيله، وهنايا راهو خرج لي هدايا تعكس لي، دونك نحكمو بإيني بانجل باش مي هنايا الكوانا، بس محكمتهاش بإيني بانجل،
ندور هكا برك كما كنت تشوفوا بعض، كما كنت تشوفوا نحكمها بيدي، نهبط البيد ريش تاعي، نمشي كالكوكو، نلحق لكوا، نخلي البيد ريش تاعي هابط وندور، نمشي كالكوكو مانيال، ومن بعد نكمل بالماشينة. بسم الله سيقع واش كاين اللي هو نخرج كان انا فد شي نعاود نرجعها باسكو حاب يدخل لي الهواء. نهبط البيد بيش تاعي سي كيفاش نخرج هذاك الهواء من هنا. انا غادي نهبط البيد بيش نحي لي زيبانغ او تقطع لي الخيط تاع تاع لاكانيت وانا ما فقتلوش ماشي مشكل. هاو هنايا باش نعاودو نديروها او تنحى كاع الخيط تاع لاكانيت انا ما فقتش معليش دوك نعاودو نريقلوها ان شاء الله معاكم. وهذه حاجه مليحه باش نتعلمو كيفاش نريقلو هاد الامورات باسكو انا في لاكانيت راني دايره الخيط الشفاف مانيش دايره الخيط الاحمر. نعاود نجبد الخيط تاع لاكانيت تاعي ونريقلو فوالا نحط لاكانيت تاعي. بسم الله كيما قلت لكم حتى ندير التراك نجبد نوريكم فيديو تاع تركيب الخيط الخياطة كيفاش تجبدو الخيط تاع لاكانيت. هاو تجبد خلاص خرج هنا نجبدو وعاد نوضو للخلف. ما تتقلقوش كي تصرالكم حاجة كيما هادي عادي جدا جدا نورمال باسكو الا تقلقتو من الخياطة ما غاديش تخيطو ما راحش تخرج لكم حتى حاجة مليحة. دونك لازمكم الصبر وهكا باش تتعلموا وحدة وحدة ومثابرة وهكا حتى توصلوا لو بيت اللي راكم باغينهم وتلحقوا ان شاء الله. ما كاش حتى حاجة صعيبة ما كاش يخرج من كاش امور متعلم ولا عادي جدا كاع ما تصعبوا حتى شي حاجة وكاع. دونك نعاود نحكم هادو مال البلايص اللي ما كانش فيهم خياطة نحكمهم بليزي بانك. انا افضل نحكم بليزي نخدم بليزي بانك باسكو يساعدوني مليح ويخرجوا لي كاع واش كاين اللي هو كوش عندي فيهم دي بروبليم. دونك شوفوا الزهر تاعي انه خرج لي الخياطة حبست لي وين كاين في الكوانا. دونك راح نعاود نرجع للكوانا تاعي. بسم الله شوية كالكوبو على الكوا باش نفيكسي الخياطة تاعي. نعاود نرجع مارش اغيار نعاود نهبط ثم نحط الكوا نجبد هنايا. هنا راهو لي بانكل هادو جو بونس راهم ديرونجيه. نعاود نجبدو كالكوبو كيما قلتلكم حتى نلحق الكوانا. انا نحط الخياطة تاعي تكون بوغابو باردون. نعاود نطلع نهز البيد بيش تاعي باش نقدر ندور نخلي البرا تاعي. لازم البرا اي كوانا لازم البرا تاعكم تكون هابطة باش تحكم لكم الخياطة. تعاودو تهبطو البيد بيش الأداة هاديك اللي جاية منها من اللور لأني قلت لكم عليها جاية منها من اللور. باقي لها الماشينة تاعي تلوح الزيت أنا مانيش فايقت لها كاع معليش. الأساسية ما تخرجوش الخدمة تاعي مام لا طاح لكم الزيت على الكماش هذا واش ديرولو عملوه بالطلق تاع لي بيبي تعمروه 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 وتحددوه كيما هاد القماش كاع هداك الزيت اللي راهو فيه سورتو الزيت تاع الماشينة كاع يشربوه كاع متخافوش ولا تقولو ماشي معناتها مديرلكش ماشينتي باسكو راهي دير ليه في الزيت ولا شي حاجة. دونك انا وصلت للافان هنا راني بلاصيت البي دوك نحي الخيوط تاعي هادي نسي نحب نحي هنا نلقى الخدمة تاعي نحي الخيوط السائدة هادي نلقى الخدمة تاعي بورا صرالي شوية ديكالاج مي معليش. شوفوا الخياطة تاعي كيفاش جاتني بوغ ابوغ عايليك متالي متالي نحل الخيوط السائدة هادي اللي راهي سيو دايما 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 كي تخيطوا تفينوا الخدمة تاعكم ما تخلوش هاد الخيوط خارجة وكاع تخلو حتى شي حاجة تبان كل شي لازم يكون من الداخل حتى حاجة ما تخلوهاش خارجة. لازمكم تتعلموا هاد الطريقة تاع كي نخدم باسكو مانيش نخدم ليا ولا نخدم ليا بصح نخدم يعني حاجة متقنة. شوفوا من الخلف كيفاش جا بالخيط الشفاف شو كي راه يبريه. هاي الخياطة من الأمام
دونك انا ما خيطتش بون هما من الخيطه تجي جوست هنايا انا دخلت شويه مي هذه راح تستلكم في البدايه نهاولك القطعه تاعنا ككل هاي ليك من الامام هذه هي دونك واش راح نزيدو ثاني نفرشها لكم في الارض باش تفهموا علي بون كيما راكم تشوفوا هذه القطعه اللي في الفوق من الاعلى انا بلاصيت لها لو بي هنايا دوك واش راح نزيد راح نبلاصي البي من هنا كامل وندور تو 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 هنايا نبلاصيه واخر حاجه راح نبلاصي البي نخلي بزياده هنا باش يتربط في الرقبه ويهبط هكا نخلي زياده باش يتربط في الخلف كيف هنايا ندير هنا بزياده باش يتربط في الرقبه ويدور هنايا دونك نبلاصي البي بنفس الطريقه اللي ريتها لكم هنايا فهنا في عند هادو الانحناءات راح نكورونطيهم نكورونطي هنا وهنايا ونرجع لكم ان شاء الله ومن بعد نعاودو نبلاصيو هذا هنايا هذا كامل وهذا كامل تبلاصوه من الخلف من اول اول مره تبلاصيو من هذا الشيء هنايا من هنايا وتعاودوا تدوروا البي تاعكم هنا باش يجيكم جوست وهذا كيما كي تبلاصيو المره الاولى لازمكم تكورونطو هنايا وهنايا باش تجيكم الخدمة تاعكم فينيا دونك بلاصي البي ونوري لكم ونعاودو نروحو لماكينة الخياطة ونوري لكم النتيجة النهائية ان شاء الله دونك كيما راكم تشوفو هنايا راني بلاصيت البي من هاد الجهة باش تفهمو عليا تخي تخي بيان بلاصيت من الخلف هنايا هنايا كاع داير دوك نخيطو وعندي هاد الكوانات برك الكوان نديرلو الكرونتاج هنا علاش درتو كامل الكرونتاج لانه كامل داير شوفو هذا داير وهذا داير دونك راح ندورو عليه كامل الخياطة ونكرنطو هنايا ونقلبو الخياطة لقدام كيما قلتلكم في الأول ومن بعد عاد نديرو البي هنايا كامل راح نوريلكم كيفاش نشدو الرصة البي لي منا لي منا ونرجعو إن شاء الله باش نشوفو الطبية تاعنا كيفاش تخرج وآخر حاجة راح نبلاصولها لابوش دونك كيما راكم تشوفو راني في الأول كيما وريتلكم بلاصيت تما هنا في الصدى هنا راني بلاصيت البي تو هنايا كنت غادي نبلاصيه من هنا لهنايا من هنا لهنايا نبلاصيه هنايا قبل ما نلاقي هادو الزوج نبدا نبلاصيه هنا من الخلف هنايا ونكرونتي كي نبلاصي من الخلف نكرونتي كاع هاد البلاصه باش نعاود نرجع نبلاصي هذا من الخلف نعاود نوري لكم كيفاش نريقلوه من هنا لفوق من هنا كيفاش نفينوهم ونشوفوا النتيجه قبل ما درنا لابوش بون شوفوا معايا اخواني اخواتي في التالي تاع لوبي هنا كيفاش نديروه باش يجينا مسوي سواء هذيك الربطه اللي تاع الفوق ولا تاع الاسفل شحال نديرو له راح نرجعو شويه للداخل هكا شويه هكا نعاود نطويه للداخل نجبدو هكا هذاك الشويه اللي راه مازال خارج لي واش راح ندير له نحكم اني بانكل لدبوس وندخلو هكا بشويه برك زي ندخل باش ما يقعدش هذاك الراس خارج كي يتخيط كي نشوفو تسوى بيان كي نشوفو تسوى بيان ندخل فيه لي بانك لون بون مازال شويه برك مازال خارج دونك نحكمو بيا هكا نحكمو باني بانكل فوالا نحكمو باني بانكل باسكو راهو مريقل فوالا نروح لماكينه الخياطه نخيطو هنا في هاد الحاله لازم يكون عندي الخيط العلوي السفلي كيف كيف ولا يكون العلوي ترونسبارون تحت احمر ولا بنفس اللون تاع الخياطه تاعي دونك بحسب الحاجه اللي تساعدني دونك نفوتو ماكينه الخياطه نهبط جست البيد بيش عند بون كش نخيطو نخيط تما شغل الخياطه تاعي راح تكون في الاول راح تكون هنايا نركب هنايا بهاد هنايا طول بعد نحبس كوانا ونهبط طول نمشي هنايا هنا راني كيما راكم تشوفوا راني خيطت الخياطه الاولى وراني قلبت بعد ما كرونطيت هنايا راني قلبت هذا دونك نخيطها هنايا نوري لكم كيفاش راني نقلب الكاميرا باش تساعدني باش نقدر نخدم بسم الله بهذه الطريقه رجع الخيط تاعي من اللور باش ما يديرونيش لازم نتاكد باللي راني حاكمه اللور والقدام كيف كيف باش تجيني الخياطة كيما القدام كيما اللور سينو الا مانيش متاكدة عباكم راح يصير لي ديكالاج و الخدمة تاعي مكان مكان وحتى واحد ما يبغيهاش هادي لازم الخدمة دايما تاعنا نتاكدو بلي رانا فينينا الخدمة تاعنا ماشي لازم نخدمو وكتاش نكملو وكدا 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 لازم الخدمة تاعنا ما مطول بصح ليسونسيال تخرج من فينيا
يعني ديك الحاجة تطول وتعجبنا وتعجب إذا كنا حنا نخدموها ناس تانيين تعجبهم وكاع، دونك ما لازمش نتسرعو. إذا نحطها هنايا في مكنة الخياطة، خلاص هذا نهبط لوبيد بيش تاعي، باردون نهبط لي طابلات، باردون دونك نهبط لوبيد بيش تاعي. بعد ما حطيت الراس هذا في مكنة الخياطة هنايا، انا نفضل باش ما يصرالي حتى ديكالاج نمشيها مانيوال، ونعاود نرجع ونباغي نعاود ندير نخيط. راح نصغر هنا الغرزة كما راكم تشوفوا عند الكوان هنايا، راح نحلي بانجل. بسم الله بوح كملي، اذا زير عليكم لي بانجل بزاف رفدوا البيد بيش غير بشويه غير شويه هكا، نحو لي بانك تاعكم غير ابل برك باش تنفوالا وتنحى. نخلي الراس تاع الماكينه تاع ولا راس البرا الفوق، نطلع لو بيد بيش وندورها هكا بهذه الطريقه باش نقدر نخيط. هنايا نمشي كلكو بوان مانيوال هكا، كي نعرف روحي راني فوالا حكم لي بيان، نبدا نمشي بالبيدال ولا نمشي في الموتور وكاع هنا. دونك عندي صعوبة شوية باش نفيكسي الكاميرا باسكو راني نصور بالطابلات ونمشي عليها توتو توتور بنفس الطريقة اللي وريتها لكم. بسم الله لازم نتأكد بلي راني ما خرجتش على المسار تاعي، نحس روحي شوية راح نخرج، نحبس نجبد مانويل وندير. لازم الخدمة تاعي كاع تجي سوا سوا، سينو مش حتجيني مريقلة. قبل ما نلحق اي ايبانجل نسيي النحو باش ما يصراليش كش ما ندور على مانيش بغيتها ولا شي حاجه، دونك نرفد غير بشويه هكا ونحي الايبانجل تاعي ونسيي نسوي الخدمه تاعي تخي تخي بيان. بسم الله لازم نحكم كل قدام ولا كل قطعه الفوقانيه كل قطعه التحتانيه. شوفوا كيفاش خرج لي هذا، شوفوا كيفاش راهم فيني من هنايا، شفتوا كيفاش راهو داير. هاوليك احكم كل قدام كل لور، فوالا ها هو. دونك هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم. الفيديو المقبل ان شاء الله راح نوري لكم هذا الطابليه كيفاش خرجت بعد ما بلاصينا لها كاع البي، وراح نديرو ان شاء الله لابوش وننتقلوا لطابليات اخرين ولا نكملوا لونسون دو كويزين سمان المره الجايه ان شاء الله. راح نديرو طابليه واحده اخرى ولا نديرو لي بوش كلكو بوش والكون. كان هذا الفيديو تاعنا تاع النهار اليوم، ان شاء الله نكون افدتكم ولو بالقليل، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. اذا عجبكم ما تنساوش ديروا له بيك 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 لايك، وما تنساوش تشتركوا في القناه بالضغط على زر سبسكرايب او ابوني او اشتراك، وما تنساوش تشاركوا وتعموا هذا الفيديو مع اصدقائكم لتعم الفائده، وشغلوا جرس الاشعارات لتصلكم فيديوهاتي اولا باول. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات مقبله باذن الله. الى اللقاء، تشاو تشاو.